شركة كورك من الشركات المهمة اللي خدمت الشباب بصورة عامة. تفاجأنا بالخبر اللي صارت حجب عليها، بها عروض هواي، فادت الشباب كشباب يعني، بها خدمات هواي. تفاجأنا بهذا الموضوع انه انسدت او انحجبت. نطالب الجهات المعنية بارجاع هذا العمل إلها، كون انه هي مفيدة للمجتمع. شركة كورك من الشركات المحترمة اللي قدمت هواي خدمات، سهلت هواي شغلات على المواطنين، ونافست بها هواي شركات. هسه احنا حاليا هواي اشخاص وهواي اشخاص ويانا متضررين من توقفها. نطالب هيئه الاعلام والاتصالات برفع الحجب عنها. انا من الناس كنت استخدم خط كورك. هذه الشركه محترمه وقدمت الكثير من العروض للمواطنين. تفاجئنا بحجبها عن باقي الشبكات، يعني اللي عنده خط كورك لا يقدر يتصل على شركه زين ولا يقدر يتصل على شركه اسيا سيل. نطالب الجهات المعنيه والمتمثله بهيئه الاعلام والاتصالات برفع الحجب عن هذه الشركة، لأن قدمت الكثير قدمت من العروض. شركة كورك واحدة من الشركات المنافسة في الساحة العراقية. تفاجئنا بأنه صار حجب عليها، فنطالب الجهات المعنية برفع الحجب لأنه قدمت هواي تسهيلات، وواحدة من الشركات الجيدة بالساحة العراقية. فنطالب يعني تسهيلات، إقامة تسهيلات والحجب، رفع الحجب.